subhanahu wa ta'ala kwa neema zake zote alikwenda kutunaanisha. Neema kubwa ni hii sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili hiyo, kwanza tuwakaribisha familia zote, upande wa kina bwana harusi na upande wa kina bibi harusi, wanawaalika, yani wamefungua nyoyo zao kwa dhati kuweza kuwakaribisha katika hafla hii na kusikia taratibu ya hafla kama hii. Hafla kama hii kwanza itafunguliwa na dua na Fatiha kutoka kwa mzee wetu Sheikh Mahsen Sharif. Atutilie Fatiha kwanza kwa kufungua, kisha itafuatiwa na Qur'an al-Karim itakayosomwa na mwanafunzi kutoka Najaba, Ustadh Uthman ambaye ni Abdullah Saleh. Baada hapo itafuatia Iqd al-Nikah, khutbat al-Nikah itakayosomwa na Ustadh Uthman Sizi, kisha iqd yake itafungwa na mzee wetu Uthman Ba'athman. Baada hapo Sayyid Mahsen Sharif atachagua mzee wa kututilia dua kufunga hafla kama hii, pamoja na familia zote mbili kutanguliza shukrani zao za dhati kuweza kutoa fatwa zenu mkafika kama hapa. Baada ya dua, insha Allah, kutakuwa na karamu ya hafla. Tusubiri karamu ya hafla. Baada ya karamu, wametoa ruksa kwenu nyinyi, pamoja na kutaka dua zaidi kwenu nyinyi kwa hafla kama hii. Assalamu alaikum. Bismillah. أطلعش. رب العرش الكريم على هذا الزواج المبارك، وأن الله يجعلهم ويجمعهم في خير ولطف وعافية، ويجعلهم ويجمعهم مع الأولياء والصلحاء. وإلى حضرة النبي محمد المصطفى الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذو القدرة والجلال والكمال، الذي جعل النكاح من أحسن الفعال،
وجعل الطلاق من أقبح الحلال. وفي النكاح يلزم الله سبحانه وتعالى النساء حتى الرجال إلا في معصية الله بالجلال. وفيه تتائم الأخرى من قبل الزوجة والبعل تخفف صلة يكثر الزواج بالغدو والآصال. وإياكم أبناءه لئلا يزيد أبناء الحرام ويقل أبناء الحلال. ويعصى المعبود في سوء حال ويركب المعاصي كما يركب البعير والحمر والخيل والبغال. اللهم حول أحوالنا إلى أحسن الحال وبارك لنا في نكاحنا هذا كما بارك للأنبياء والأتقياء والصلحاء يا من لا يحب إلا الحلال. فاعتبروا معاشر الآباء والأمهات هذا المقال وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الصادق المفضل الحاث النكاح على الرجال. ذاكر الله في كل حال في الصباح والليالي. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا في مرضات الله ذي الجلال خافة يوم لا ينفع مال إلا من أتى الله بقلب سليم وصالح الأعمال. أما بعد، فإن الله جل جلال أحل النكاح وندب العين وحرم السفاح وهو الأذاب الأليم عليه. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. ومن الحديث قوله عليه الصلاة والسلام من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كلمته. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بسم فإنه له وجاء. ثم قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ما أكرم النساء إلا كريم وما أهنهن إلا اللئيم. ثم قال الصادق المصدوق إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للأرض. ثم قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا. ثم إن الأمور كلها بيد الله يحكم فيها ما يشاء لا مقدم لمؤخر ولا مؤخر لما قدم ولا يتنو اثنان ولا يفترقان إلا في قضاء وقدر وأجل وكتاب من الله السبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لازما لكم عن جميع المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة تأتي. نقول أستغفر الله لازما الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله لازما الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله لازما الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
محمد بودي العمودي. نعم. أزوجك على ما أمر الله به بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. فأوس عمر محمد بودي العمودي. نعم. زوجتك وأنكحتك موكلتي بإذن وليها فيها عبد الله الزبير زينة عبد الله الزبير بالمهد الذي اتفقتم عليه. نعم. تبيت التزويج ونكاح بالمهد الذي اتفقنا. وأنا زوجتك يا أبارك الله جمع بينكما بالخير. أبو بكر عمر محمد دولي العمودي. نعم. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. أبو بكر عمر محمد دولي العمودي. نعم. زوجتك وأنكحتك موكلتي بإذن وليها بها نور عبد الرحمن الشيخ محمد العمودي بالمهر الذي اتفقتم عليه. نعم. وانا اللهم افزعنا بالخير واختم لنا بالخير واجعلنا من اهل الخير. اللهم جاهل وجهنا وبركه جاهدا للخيرات وذات للمضرات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. صلى الله على Come on.